السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، مساء الخير عليكم مجددا، عواشركم مباركة، رمضان كريم يدخل عليكم صحة وسلامة إن شاء الله وبجميع المتمنيات يا رب. هذه الأجواء متتبعينا مشاهدينا الأوفياء، قناة شوف تي في من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. دقائق قليلة قبل أذان صلاة المغرب والإفطار، يعني موعد الإفطار. هذه الأجواء بالقلب ديال المدينة ديال سطات، كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. هذه الأجواء من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. أجواء مثيرة، لحظات قبل الإفطار، دقائق قبل موعد صلاة المغرب، يعني هذه الأجواء متتبعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. شوفوا مجددا متتبعينا مشاهدينا الاوفياء القناة شوف تي في من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. لحظات قبل الافطار، هذه الاجواء من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. كنشكركم مجددا متتبعينا مشاهدينا الاوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. مرحبا. أجواء مثيرة متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء، كننقل لكم هذه الأجواء على أمل أننا نعرفوا الأجواء عندكم بالمدن ديالكم. هكذا تبدو مدينة سطات، عاصمة الشاوية، من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات. كنشكركم مجددا متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. أجواء مثيرة متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر، واللي يعني قبل موعد أذان صلاة المغرب والإفطار، يعني كتشوفوا هذه الأجواء من القلب ديال المدينة ديال سطات،
اللي كنحيوكم من خلالها، كنقولوا لكم عواشر مباركه تدخل عليكم بصحه وسلامه ان شاء الله، وبجميع المتمنيات يا رب، بجميع المتمنيات يا رب. هذه هي الاجواء متابعينا مشاهدينا الاوفياء لقناه شوف تي في، اللي كنحيوكم على التواصل، كنحيوكم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر، وكنقولوا لكم رمضان كريم بصحة فطوركم متابعينا مشاهدينا الاوفياء لقناه شوف تي في. كنقولوا لكم مجددا رمضان كريم، عواشر مباركه، تدخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله وجميع المتمنيات يا رب. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. كنحيوكم مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء، وكنقول لكم رمضان كريم، عواشر مباركة، تدخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله وبجميع المتمنيات يا رب. متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في، من القلب ديال مدينه ديال سطات، العاصمه ديال الشاويه. كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر، والى اللقاء في بث مباشر اخر. تحياتنا للجميع.